نبدأ نعرف ازاي نحسب عدد السعرات الحرارية. خلينا نعرف الاول يعني ايه سعر حراري او الكالوري. السعر الحراري بكل بساطة معناها الاكلة المعينة ديت ايا كانت نوعها بتديني طاقة قد ايه بغض النظر عن نوعية الاكلة دي. طب انا هستفيد ايه من حساب عدد السعرات الحرارية او الكالوريز اللي باكلها في اليوم؟ اول حاجة هتستفيدها ان انت هتتعامل مع كل انواع الاكل بالنسبة لك بمفهوم واحد او وحدة واحدة، هي وحدة الطاقة او وحدة الكالوري بس. فده هيبقى اسهل عليك ان انت تفهم ايه كمية الاكل اللي انت محتاجها يوميا عشان تحصل على الطاقة المعينة دي. تاني حاجة هتفهم ازاي اقدر اكل عشان ازيد في الوزن، او ازاي اقدر اكل عشان اقل في الوزن، او حتى ازاي اقدر اكل عشان افضل محافظ على وزن ثابت. مش فاهم؟ هقول لك. كل نشاط احنا بنعمله، لو نفرض مثلا مثال عشان ارفع ايدي لفوق كده عشان جسمي يقدر يرفع الايد ديت، ونفترض هو ده النشاط اللي عايزين نعمله، جسمي بيضطر ان هو يدفع طاقة معينة عشان يؤدي المهمة دي. فكده لو انت اكلت الاكلة سين اللي فيها 100 كالوري هتخليك تقدر تعمل النشاط اللي الجسم محتاجه اللي هو بتاع رفع ايدي لفوق 10 مرات. ليه؟ لان انا ايدي عشان ارفعها مرة واحدة بس النشاط ده بيكلف الجسم 10 كالوري، وكمان انا هكرره 10 مرات في 10 في 10 يديني ال 100 كالوري اللي انا اكلته في الاكلة سين ايا كانت نوعها. وفي الحالة دي يكون جسمك استهلك الاكلة دي تماما ومش هيخزن اي جزء منها في اي صورة من الصور، ووزنك هيفضل ثابت. طب لو انت اكلت 2 من الاكلة سين ديت وعملت نفس المجهود اللي هو رفعت ايدك فوق 10 مرات، كده المحصلة اللي انت اكلت 200 كالوري وحرقت 100 كالوري، فكده انت عندك 100 كالوري متبقية الجسم هيخزنها في وزنك وبالتالي هتزيد في الوزن. طبعا موضوع زيادة الوزن ده بيخضع على عوامل كتير جدا، منها الوراثة ومنها نشاط بعض الهرمونات ومستوى نشاطك في اليوم وحجمك العضلي وحاجات كتير جدا. طب هل انا بدفع طاقة بس لما بعمل نشاط معين اللي هو مثلا برفع ايدي او بتحرك؟ لا، الجسم بيبذل طاقة على مدار اليوم في 3 صور رئيسية هنقولهم دلوقتي. أول صورة معانا هي حاجة اسمها البيزل ميتابوليك ريت، بنختصرها لـ BMR، ودي معناها معدل الحرق القاعدي، ودي الطاقة اللي الجسم بيبذلها حتى وأنت ما بتعملش أي مجهود عشان يشغل أجهزته وأعضائه الداخلية، وبرضه عشان يعمل العمليات الحيوية زي عملية التنفس، عملية نبض القلب، وبرضه ضبط درجة حرارة الجسم في درجة ثابتة. الـ BMR لوحده بس بيستهلك في اليوم من 60-75% من اجمالي الطاقة اللي الجسم بيبذلها يوميا. تاني صورة معانا هي مستوى نشاطك اليومي، زي مثلا ما ضربنا المثل بتاع حركة ايدك. نفترض انت بتتحرك كتير وبتتحرك كتير، طبعا مستوى الطاقة اللي انت هتبذله هيكون اكتر، فمجهودك اليومي ونشاطك دوت بيستهلك من 15-35% من الطاقة اللي انت بتبذلها يوميا. تالت حاجة معانا هي التأثير الحراري للأكل أو الثيرميك افكت اوف فود، بمعنى ان الاكل ده نفسه لما بيتهضم وبيمتص والعمليات دي بتحصل بينتج عنها طاقه الجسم بيبذلها، ودي بتمثل من 5-10% من اجمالي الطاقه اللي الجسم بيبذلها يوميا، ودي نسبه يمكن اهمالها او ما بنعتبرهاش واحنا بنحسب عدد السعرات الحراريه بتاعتنا. عدد السعرات الحراريه اللي انت محتاجها يوميا بيساوي اجمالي الثلاث نقط اللي احنا قلناها، البي ام ار زائد مستوى النشاط بتاعك يوميا زائد الطاقه الحراريه اللي قلنا ايه يمكن اهمالها. طيب ازاي احسب البي ام ار؟ عشان تحسب البي ام ار في طرق كتير جدا للموضوع دوت، لكن انا حاولت الاقي اكتر معادله واقعيه شويه او دقيقه ممكن نشتغل عليها. للرجال هتجيب وزن جسمك وتضربه في 1 في 24 اللي هو عدد ساعات في اليوم، الرقم اللي هيطلع هو ده البي ام ار بتاعك. بالنسبه للستات هتجيبي وزنك بالكيلوجرام وتضربيه في 9 من 10 برضه في 24 وهي عدد ساعات في اليوم، الرقم اللي هيطلع هو ده هيبقى البي ام ار بتاعك. تاني حاجة ازاي تحسب مستوى نشاطك في اليوم؟ طبعا دوت بيختلف على حسب درجة نشاطك المختلفة، فالجدول اللي قدامنا دلوقتي دوت بيوضح مستويات النشاط المختلفة وكل نشاط نفسه بتحسبه ازاي. فمثلا لو نشاطك قليل جدا قاعد طول اليوم بتشتغل على الكمبيوتر مثلا، لو انت راجل هيبقى مستوى النشاط بتاعك دوت من 24%-40% من البي ام ار بتاعك، ولو انت ست هيبقى بالنسبة لك النشاط دوت من 25%-35% من البي ام ار بتاعك. طبعا انت ممكن ترجع وتاخد الجدول اللي احنا لسه عارضين ده سكرين شوت بحيث ان كل الارقام ديت مرجع ليك. فمجموع البي ام ار اللي احنا حسبناه والمجهود او مستوى النشاط اللي انت عملته يوميا، الاثنين على بعض بيديك عدد السعرات الحراريه اللي انت محتاج تحرقها يوميا عشان تفضل محافظ على وزن جسمك تماما، لا تزيد ولا تقل. هنضرب مثال عشان الصوره توضح تماما، وصدقني مفيش حد هيطلع من الفيديو دوت فعلا الا هو بيعرف يحسب المعادله دي. المثال بتاعنا هو طالب وزنه 70 كيلو جرام، نشاطه اليومي محدود على انه بيمشي لحد الجامعه بتاعته يوميا، ازاي تحسب عدد السعرات الحراريه اللي هو محتاجها في اكله عشان يحافظ على وزنه الحالي؟ اول حاجه هنحسب البيزل ميتابوليك ريت بتاعنا او البي ام ار.
الطالب دوت بما ان هو طالب مش طالبه، فهنضرب 70 اللي هي وزن الكيلوجرام بتاعته في 1 اللي هو 1 جرام لكل كيلوجرام عنده في الجسم في 24 اللي هو عدد الساعات في اليوم، يطلع لي الناتج 1680 كالوري، وده البي ام ار بتاع الشخص دوت. تاني حاجه النشاط اليومي بتاعه، لو رجعت للجدول هتلاقي ان الشخص دوت مجرد ما بيمشي بس يوميا فهتشوف الرقم اللي بينطبق عليه موجود في الجدول، فلقينا ان هو بيبذل من 50 ل 70% من البي ام ار بتاعته. هتجيب الرقم بتاع البي ام ار اللي احنا لسه جايبينه فوق وتضربه مره في 50% وبعدين تضربه مره في 70%، فيطلع الناتج كام؟ من 840 لحد 1176. الخطوه الثالثه والاخيره ان احنا بنجمع البي ام ار مره على الحد الادنى اللي هي 840 ومره على الحد الاقصى من النشاط اللي هو 1176. هيطلع ان الطالب ده عشان يحافظ على وزن جسمه من غير ما يزيد ولا يقل في الوزن هيحتاج سعرات حراريه من 2520 كالوري لحد 2856 كالوري. فلو هو اكل سعرات حراريه اقل من 2520 كالوري اللي هو الحد الادنى، لو كان اقل منه هيبدا يخس في الوزن ويقل في الوزن، ولو هو اكل سعرات اكتر من 2856 سعر حراري اللي هو الحد الاقصى بعد كده لو كان سعرات اكتر هيبدا يزيد في الوزن. فانت تقدر تطبق المعادله ديت على نفسك عشان تحسب عدد السعرات الحراريه اللي انت محتاجها يوميا حسب الهدف بتاعك. صدقوني الموضوع بسيط جدا، مش محتاج منك بس غير اله حاسبه. فبرضه لو في حد عنده اي استفسار بما يخص الموضوع دوت سيبولي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك. نوصل للنقطه المهمه اللي قلت هقول عليها في اخر الفيديو. احنا والحمد لله